السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اضيف طبقة بولجن للمشروع بتاعي على الكيو جي اس. اول حاجة اقول له انا عايز اعمل كرييت لاير واختار تمبوري واقول له ان انا عايزها تبقى بولجن بالشكل دوت واديها اسم فهو بيبدأ يعمل لي اللاير بتاعتي هنا وابدا بقى ارسم على اللاير ديت. هقول له ان انا عايز اضيف بوليجون اول نقطه تاني نقطه مفيش حاجه حصلت. لما ابدا اتحرك هيبدا يديني النقطه دي رايت كليك يبقى انا كده عملت الشكل بتاعي ده كده اول شكل اقل حاجه من النقاط اللي هو 3 نقط. طيب لو انا جيت هنا وعملت كده بس جيت بالشكل دوت كده في مشكله. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان هو هيعتبر دوت شكل واحد مش شكلين. يعني لو انا جيت هنا هلاقي ان انا عندي شكل 2 فدي من ضمن المشاكل لازم نخلي بالنا منها. طيب ممكن تقدر تعمل اكتر من حاجة بالشكل دوت رايت كليك تبقى خرجت من الامر. ممكن حتى تحط شكل فوق شكل زي كده مش هيعترض خالص. طيب عايز ابدأ اعرف معلومات عن الشكل اللي انا لسه عامله دلوقتي. ممكن اجي هنا في ديت واقول له سيف للشكل دوت وهروح لاوامر السيلكت اقدر اعمل سيلكت على اي شكل انا عايزه زي ما انت شايف. ممكن تسحب وتعمل عليهم كلهم زي ما انت شايف وممكن تعمل سيلكت من خلال الايدنتيفاي فيتشرز بالشكل دوت. كل ما تعمل سيلكت على حاجه هيبدا يجيب لك كل المعلومات المتوفره عن الشكل دوت.